fun fact. انا بموت في الفان فاكس لو ما لاحظت. سو كي جيساي دو فو دير سو كي لا كي تري لونغ. هنعمل يوم لكايا يوم لام كايا. Gotta get a bit of that. Where's the thunder? I guess I'm gonna live with it. Oh no! انا حاسه انه السؤال ده unfair سنة. عندي روتين وقبل ما انام بعمل كذا كذا. Unbelievable sights. هاي ازيكم؟ النهاردة عندي بوكس جوسبس فخلينا نفتحه ونشوف فيه ايه جوه. نفتح؟ اوكي اسئلة ملهاش علاقة بايه؟ لبعض. لا انتوا بتهرجوا كل ده؟ اوكي انتي مصرية ايطالية لبنانية وبسبب الميكس ده شكلك مش مصري، فلما الناس بيعرفوا ان انتي مصرية رد فعلهم ايه؟ صراحة ساعات بيبقوا يعني مخدودين شوية، بس انا شايفة انه المصري ده من كتر ما فيه تاريخ جامد جدا في بلدنا، في ناس في اشكال، في ناس شكلها كذا حاجة مع بعض، وانا يعني فخور قوي من الميكس بتاعي بسبب واحد، عشان انا ايوه مصرية لبنانية ايطالية كل ده، بس الميكس ده ابتدى هنا في مصر عشان احنا كان عندنا ايطاليين وجراجوا ولبنانيه وسوريين كلهم عايشين هنا، فانا يعني انا نتيجه الميكس اللي كان بيحصل هنا في البلد ده، فبالعكس ببقى مبسوطه فخوره بقول لهم ايوه انا مصريه. طب دلوقتي هنعمل منك اختبار سريع عشان نعرف معلوماتك المصريه الايطاليه الاصيله قويه ولا لا. اول حاجه في طشه الملوخيه الصح اننا ايه؟ نضيف الملوخيه على الثوم ولا العجل؟ يعني صراحه انا بطبخ على قدي، عمري ما عملت ملوخيه، بس اللي انا يعني لوجيكلي يعني منطق افتكر بيقول ان احنا نضيف التوم على الملوخيه. صح اصل حسستوني يعني ان ذا تريك كويستشن ان انا هرد عليه. جوزي طباخ حلو قوي، هو اللي بيعمل ملوخيه. ايه الخطوات اللي ممكن تعمليها لو اي ريموت في البيت علق ايه او فصل مره واحده؟ بص على البطاريه الاول ورا اشوف لو البطاريه خلصت ولا لا، وبعدين اجرب كذا مره، وبعدين لو جوزي في الشغل اكلمه. مش بيشتغل اعمل ايه؟ قول لنا ثلاث العاب تتلعب على القهوه. ممكن الطاوله طبعا اهم حاجه الطاوله. كارد صح، كوتشينه، في ايه تاني بتتلعب على القهوه؟ دومينو على القهوه. بتعرفي ترقصي من زمان قوي؟ بتعرفي ترقصي بلدي؟ ببقى متحمسه جدا ولما ما فيش حد حواليا بتكسف قوي. في حته مثلا اعرف كل حد حواليا او مثلا خلاص يعني مبسوطه قوي وفي مود حلوه قوي ومش هممني حد يعني، بس وبعرف. متجوزه باربع سنين وفستان فرحك كان عامل دوشه كبيره، الفستان كان تصميم زهير مراد، الفستان ده كان معمول عشانك ولا انت اخدتي من الكولكشن؟ لا الفستان ده كان معمول عشاني اكشلي. الديزاين ده كان ديزاين انا كنت عارفه انا عايزه ايه بالظبط، فرحت لزهير قلت له عايزه الهاي نك واللونج سليفز ويبقى شفاف شويه ومش عارف ايه، وهو عمل لي ديزاين الدايركشن بتاعي كله ما عدا الفوليوم بتاع الفستان. انا كنت عايزه حاجه اصغر شويه، بس زهير اقنعني يعني ان احنا نكبر الفستان شويه، وصراحه انا بسمع كلامه في كل حاجه فمش هقول له لا. يعني حاجه فان فاكت صغيره، انا في الاول كنت مانعه اي صور تطلع للفرح، وبعدين حد طلع صورتين او ثلاثه، وبعدين بعد ما حد طلع الصور طلعت فقلت خلاص يعني ما في مش هقدر اعمل كنترول على الموضوع ده فخلاص. مين اللي اختار اسم كايا؟ انا اخترت اسم كايا من زمان اكشلي قبل ما اقرر ان انا عايزه احمل، ما اعرفش الاسم بالنسبه لي كان حلو قوي وكان فيه مينينجز حلوه قوي وراها. معناها هو اسم اوريجينالي اسم هاواين، كاي الكلمه كاي معناها البحر the sea، فكايا يعني الفيميل فيرجن اوف ذا سي يوناني بس الانشنت جريك يعني في التاريخ حاجه from the earth يعني حاجه من الارض، وفي سكاندينافيان حاجه بيور، فالبحر والارض وبيورتي حاجه very pure، فحبيت المعنى فقلت لهم لو هي لو بنت هنسميها كايا فور شور. انا صح اكاديمي كانت خطوه كبيره قوي بالنسبه لك في حياتك، لو رجعتي تاني هل كنت اخذتي الريسك ورحتي ستار اكاديمي؟ بس كنت رجعت تاني في الزمن ده مش دلوقتي، مش في السن ده ومش في الزمن ده. يعني لو دلوقتي قلت لي اوكي لو رجعتي ل 2009 هل كنت دخلتي ستار اكاديمي من اول وجديد؟ سن السوشيال ميديا زياده وفي السن ده اكيد لا، يعني الواحد لازم يبقى يعني نايم شويه عشان يدخل برنامج كده. Only one condition before I move, it's absolute submission, no safety views, I won't need no permission, I break the rules, I'm in hot pursuit, my mission is you. Gotta get a bit of that, where's the thunder, I guess I'm gonna live with that, I know. ليلي جينا نقول جينا نحاكي مش معقول بقى وزقفي وأحلى وقفي ليلي طول عنا البكرة والأيام عنا الواقع والأحلام عنا القدرة عنا الفكرة يا سلام ليلي جينا ترى ترى. لا دي فاكرة ممكن لارا تعمل دويتو مهرجان
مع حسن شاكوش مثلا، ليه لا؟ انا من النوع انا يعني ميوزيكلي بحب اغير، انا اتعلمت من اهلي ما تقوليش لا قبل ما تجربي، هم علموني كده في الاكل صراحه، بس انا اخدتها وبعم امبلمنتينج في كل حاجه، فزي الاكل اقول لا قبل ما اسمع واشوف الفكره واجرب، فليه لا. بداتي تغني وانتي عندك 3 سنين، واول اغنيه غنيتيها كانت اغنيه فيلم علاء الدين، ممكن تغنيها لنا؟ A whole new world. طب اقول لكم فان فاكت قبل ما اغنيها، قبل فرحي بكام شهر حد كلمني، واحد اعرفه كويس قوي في عايش في امريكا، امريكاني في المجال الاندستري وكده، فكلمني قال لي بصي بيعملوا فيلم علاء الدين وبيدوروا على حد الاوريجين من الميدل ايست، يعني حد بيغني وحد كذا كذا كذا، وانا شايف انه لازم تعملي اوديشن. فقلت له اعمل اوديشن فين؟ قال لي ما هم هيبتدوا يفتحوا الاوديشنز، بس انت بعتي لي كل حاجه وانا هبعته. فقلت له امتى؟ قال لي لا هم هيبتدوا اخر السنه يبتدوا يصوروا. يوم فرحي 6 اكتوبر، بعدين هروح الهاني مون شهر العسل، وانا لسه متجوزه هروح طب لو جالي الرول يعني. فكلمت جوزي قلت له، كان خطيبي وقتها، قلت له كذا 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 حصل، قال لي طبعا روحي اعملي الاوديشن. قلت له طب لو حصل مثلا اخذوني هنعمل ايه في شهر العسل؟ ما انا عايزه اروح شهر العسل. قال لي ما تخافيش هنروح وقت تاني، this is an opportunity يعني ما ينفعش تقولي لا. وخفت صراحه وعمري ما بعت اي حاجه. Unbelievable sights, indescribable feeling, soaring, tumbling, freewheeling through an endless diamond sky, a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only dreaming. وبعدين هو بيغني a whole new world. بابايا كان غنى الأغنية دي معايا. و fun fact، أنا بموت في fun facts لو ما لاحظت، في فرحي في father daughter dance بتاعنا عملت له surprise وشغلت الفيديو ده، الفيديو بتاع الأغنية دي، وأنا عندي 3 سنين ونص في استوديو وما كانش عارف. أنا كنت قايلاله إن أنا هجيب الباند يغني الأغنية دي وجبتهم، بس حطيت الفيديو بقى فابتدينا بقى كلنا نعيط بقى. بالمناسبة أنت بتحبي الميك اب، في دراسة بتقول إن الناس اللي بتحب الميك اب قوي بتخاف وبتتوتر من رأي الناس فيها. صراحة ما كنتش عارفة الدراسة دي، بس that explains a lot. أنا كنت حد بتوتر جامد وبخاف قوي عن رأي الناس فيا، السنين عدت وما بقتش كده يعني خالص. بس أنا بالنسبة لي actually بقى ممكن نعمل دراسة جديدة أنا اللي هعملها، الميك اب بالنسبة لي بقى ثيرابي. أنا إنسانة أساسا، أنا شخص مش بحط ميك اب كتير في حياتي، بس لما باجي أحط ميك اب بعمل إيه بقى؟ بحضر كل حاجة، باخد وقتي، بحس إنه في مثلا ساعة ساعتين في اليوم ليا أنا، وحتى لو مش هحط ميك اب كتير ده وقتي، بجيب الشاي بتاعي، بجيب الآيباد، بتفرج على الشو، يعني بيبقى بالنسبة لي ساعتين كده أو ساعة، هو مش بياخد ساعتين بس أنا بخليها ساعتين، أنا بحط لنفسي على الأقل ساعتين عشان يعني أنا حتى بس لنفسي كده ساعتين عندي وقت ليا أنا، ولا حد يكلمني ولا حد بيتدخل في أي حاجة. وشي صعب بيتحط عليه ميك اب، حتى لو رحت لأي ميك اب ارتست اشتغل معايا اكشلي أنا وشي بيتغير ايزلي، فلازم تعرف ازاي تخليني أنا شبه لارا. ناس كتير قوي بتسأل لارا بتعمل ايه عشان تخلي شعرها حلو كده. أول حاجة ما كنتش بلون شعري ايفر في حياتي، ابتديت بس من سنتين، افتكر إنه اللون كمان بوظ شعري شوية، فدي كانت ندمانة شوية على الموضوع ده. لا ما عنديش، ممكن أقول لك عندي روتين وقبل ما أنام بعمل كذا كذا، لا يعني باخد بالي من شعري، يعني بتأكد إن ما أحرقش شعري وبحاول ما أعملش شعري طول الوقت، كل فين وفين لما أفتكر وعندي وقت أحطها هير ماسك، بحاول أعمل الأفورت طبعا، بس لا ماما يعني أحب أقول لك إن أنا قبل ما أنام بحط مش عارفة إيه في شعري وبصحى وبعدين بس لا باخد بالي من بشرتي أكتر من شعري، ده بقى عندي روتين وستريكت قوي بقى. قلتي إن أكتر مكان بتحبي تروحيه في الدنيا ديزني لاند، لسه بتحبي تروحيه زي زمان ولا خلاص كبرنا على الموضوع ده؟ ولا حد بيكبر على ديزني، يعني ممكن يبقى عنده كل مشاكل في الدنيا أو راجل كبير أو ست كبيرة بيشتغلوا يروحوا ديزني لاند بيبقوا خلاص عيال. 2018 رحنا أمريكا، رحت مع جوزي وأختي وأهلي وقعدنا 3 أيام، يعني عادة واحدة في سني لو هتروح ديزني تبقى في أمريكا تروح يوم ديزني تمضي اليوم وترجع، أنا وأختي طلبنا إن نقعد 3 أيام في الأوتيل بتاع ديزني زي الأطفال نروح ديزني. أنا بموت في ديزني، أول حاجة بموت في الرايدز، انسى موضوع ديزني أنا بموت في الرايدز، الحاجات دي مش بتخوفني خالص بموت فيها، فأنا أي مكان تحطني فيه في رولر كوسترز وحاجات بتنزل وبتطلع وحاجات كده بحبها. تاني حاجة بموت في ديزني أكتر من أي حاجة تانية، وبحس إنه كده بشم هوا كده فريش وبحس نفسي طفله يعني من اول وجديد، ف I like it I enjoy it. اول ما كايا تبتدي تفهم هاخدها، هنعمل يوم لكايا يوم لام كايا. عملتي اب باسمك، ده كان من زمان قوي،
انا ناسيه اساسا. ممكن تقول لنا هو فكرته ايه؟ طب الواحد لازم يفتكر كان فكرته ايه. افتكر كان في الاغاني بتوعي وكان في صور وكان في ابديت، بس عمره ما جه كان ابديتد اساسا. وقتها اساسا ما كانش في انستغرام، فما كانش في اكسس للانستغرام. افتكر يمكن كان في اكسس لليوتيوب والفيسبوك. الاب ده كان من زمان قوي. انا اساسا مش عارفه لو دخلت على تليفوني و اي تايبت نارا اسكندر على الاب ستور لو لسه في الاب ولا لا. شوف كده مش موجود. ها طب نعمل اب جديد. تحب بقى ايه في الاب؟ خلاص انا ممكن اعمل سيجمنت كده فقره اسمها طبيخ مع لارا، اعلمكم ما تعملوش ايه، ولما الواحد بيتعلم ما يعملش ايه بيعرف يعمل ايه. حاليا دلوقتي اكتر اب بستعمله الابس البيبي. يعني مثلا في اب كل شهر بيقول لي دلوقتي في السن ده في الشهر ده البيبي بيبقى ايه الاكسبكتيشنز، يعني لو بتسنن بيحصل لها كده عشان ابقى عارفه. عندي اب تاني افكار للغدا والعشاء والاكل بتاعها. عندي اب تالت بكتب اكلت كام ونامت امتى ونامت قد ايه. وهنا اساسا بيسموني هتلر، انا بحب النظام مع بنتي وبحب تنام كذا وتعمل كذا وكده. بستعمل ابل ميوزك، بسمع مزيكا. اختاري اغنيه بتحبيها وهنيه بعرف فرنش انجلش وايطالي. طب ما ينفعش اختار اغنيه للاطفال في كل اللغات عشان اسهل ترجمها حرفيا. ها like word for word. بعد اذنك انت يا مش ناوي تقول لي حاجه، ما بحاول اقولها وبعدين قصدي يعني ان شكله مطول الطابور. excuse me boy are you not planning to tell me anything? what I'm trying to say is the queue is really really long. excuse me monsieur. Comptez-vous ne rien me dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la queue est très longue. Mais Karza, please, no one ever translate the tabou à une langue étrangère. Olen Nahiga, ma hadesh bi'arafa. Nardin Farah, Mona Zaki, وانجي كوين. Nardin, ما اعرفش لو الناس يعرفوا كده ولا لا. بس طبعا الناس عارفين ان هي مرات خالي. انا ممنوع اقول ان هي مرات خالي. بس بقول هي عرفتي عشان احنا قريبين قوي في السن. يعني اعرف على حاجه this is my cousin. وبعدين قال لهم by the way she's my uncle's wife. اصل نردين كان اول حاجه قمر وعندها بنت عندها 17 سنه و16 مش باين عليها. يعني عن منى زكي، انا بالنسبه لي منى زكي حد انسانه كويسه جدا، really nice very polite. طول يعني عارف لما بتقول انه حد نظيف من جوه، يعني كويس كده من جوه. هي وجوزها كمان احمد حلمي طبعا كلنا يعني بنموت فيها. اقول لكم حاجه بقى على جوز، احنا في الاول يعني هم صحاب كريم ونردين، كريم خالي ونردين اكتر، يعني نعرفهم يعني عرفناهم من السنين اللي فاتوا بس خلال نردين وخالي. فبابايا عنده في حاجه غريبه في الحياه في اليونيفرس، انه بابايا كل ما يفتح التلفزيون يولع التلفزيون يلاقي فيلم احمد حلمي. ممكن يبقى في اي حته في العالم، يفتح قناه مصريه او عربيه، يعني ممكن يبقى في اي حته يلاقي احمد فيلم احمد حلمي. ما اعرفش ازاي اشرح لكم، مش ببالغ. فمره كنا سهرانين من سنين وبابايا شافه، وبابايا عاده بيتكسف مش بيكلم مش بيروح لاي حد يكلمه. راح له قال له على فكره انا كل ما بفتح التلفزيون بلاقيه قدامي. فطبعا بيبص له كده بيقول له انا بحبك جدا كل ما اقعد على التلفزيون الاقيه قدامي. فخالي راح قال له على فكره يعني ده جوز اختي ده معنا. ومن وقتها بقينا كلنا اصحاب يعني. بس انجي كيوان كنا في مهرجان الجونه اللي فات الوحيد اللي كنا فيه، كنا احنا قررنا ان احنا الديتس بتوع بعض. جوزها ما كانش هناك وانا جوزي ما كانش يعني جه في الاخر، فكنا بنروح كل الحفلات مع بعض. كل عملنا انترفيوين او ثلاثه مع بعض لدرجه ما كناش عارفين ناس كتيره وما كناش عايزين نبقى لوحدنا. فقررنا ان احنا نعمل كل حاجه. فحد يكلمها للانترفيو تقول لهم اوكي انا جايبه معايا لارا اسكندر، حد يكلمني انا جايبه معايا انجي كيوان. بس عملنا بقى بارتنرشيب جديد في الاسبوع ده. معلومات عامه طبعا، انا لو جاوبت اي حاجه غلط الاسئله دي مامتي ممكن تموتني. انا من النوع اللي مثلا ببقى عارفه حاجات كتير بس من الستريس ممكن بلانك. مدينه ممنوعه فيها التصفير اساسا، ما اعرفش اصفر. ممكن استعين بصديق. anyone knows China كندا. ايه هم الدوله الحبيسه؟ اول حاجه حبيسه بالنسبه لي كلمه جديده نزودها في الديكشنري، يعني first of all كل central african countries. ايه لا طبعا حبيسه ما اعرفهاش، يعني ما فيش بحر وكده. بس ما اعرفهاش. عملت جوجل ترانسليت بس. مين هو الحيوان اللي ملوش بق ولا راس ولا عين؟ مش الكورلز كال سبونج سي فري ايه سي كوم لو كورل نو السبونج بوب. ايه الحاجه اللي بتدخل البحر او النهر وما بتتبلش؟ دي يعني ده دي ريدل يعني ولا مش ريدل؟ الشمس. هو
ودوه يعني. حيوان ما عندوش معدة في البحر. الاوكتوبس، السي هورس. السي هورس حيوان لو جاع هياكل نفسه. انا شايفة لازم تجيبه مامتي تلعب عشان يعرف كل حاجة. انا ما سمعتش. الكروكودايل مش السنيك بياكل نفسه. هو يعني ايه كلمة اوبرا؟ يعني literally يعني ايه كلمة اوبرا؟ اوبرا is a kind, it's like an operetta. No, an operetta actually is a smaller opera. No, I don't know. Singing in a story, telling a story with music. لا يعني انا logically لو حد قال لي يعني ايه اوبرا او ايه معنى اوبرا اقول لك انه telling a story through غنى. بصي هي معناها عمل. يعني عمل؟ وهم اطلقوا على المسارح او المسارح الكبيره او الاوبرا ان هي اوبرا. اوكي. هم بيشوفوا ان المسارح ده هو ده عمل متكامل او حاجه متكامله. اوكي انترستنج. دريده غنت بكام لغه واسمها الحقيقي ده زي فيينا كده. Her family name is Yolanda Giglio. غنت بالانجليزي والعربي والايطالي والاسباني، فرنساوي طبعا وبالياباني. لا انا يعني انا دريده انا حافظاها، حافظه كل حاجه، فانا عارفه ان هي غنت بال طبعا انجليزي وعربي وفرنش وايطالي. That's for sure. عملت ألبوم كامل نفس أغاني بتوعها عملته بالياباني عشان كانت بتحاول تدخل في اليابان. بس التانيين صراحة ما أحب أعرف بقى الثلاثة التانيين إيه. ما هي الإيه؟ شرغو. ده اسم حيوان يعني أو اسم بيبي بتاع حيوان. أنا شايفة قبل ما نعمل الانترفيو الجاي تدوني keywords عشان أقدر أرد. هو شرغو دوت ده المفروض بيبي بتاع بيبي بتاع حيوان. طيب هل هو الحيوان في البحر كمان؟ لا لا لا. على الارض. كانجرو. الارنب بينوت وصوته مميز. اللي بينوت ذا فروغ. الضفدع. الشرغوف بيبي ضفدع. ما هي ايه؟ الدربكه. مش الدربكه دي ده انسترومنت بس لما هي طبله صغيره. بس مش هي اتس ان اكسبريشن كمان. لا لا احنا ليترلي. هي طب طبعا اوكي. انا كنت فاكره ان احنا بنتكلم على بالهايز. تعرفني او تعرفيني. اوكي في اللعبه دي هتجاوبي على الاسئله بسرعه جدا وبعدين هتكلمي حد قريب ليكي يجاوب على الاسئله دي عشان تعرفي هو عارفك كويس ولا لا. بتضيعي فلوسك في ايه في الشوبينج؟ سوشي ولا بيتزا؟ سوشي. تعرفي تسوي عجل؟ لا. فان فاكت معرفش اسوق عجل. حاجه يعني مكسوفه قوي طبعا اقول كده. لما كنت صغيره كان طبعا كنا بنسوق عجل بس الوقت اللي بقى كنا بنشيل السندات فيها ابتدينا شويه وبعدين كان عندنا سكوتر فكنت بستسهل واركب السكوتر بدل العجله فالزمن راح وما بعرفش بس هتعلم. لو عندك اكتئاب وعايزة تخلصي منه تعملي ايه؟ بكتب اغاني او بكتب. بس دلوقتي ممكن الاجابة يعني تتغير. ممكن اقول ان انا اقعد مع بنتي. زعلانة متضايقة من اي حاجة اقعد مع بنتي وخلاص انسى هموم الدنيا. بتحبي تاكلي في مطعم ولا تطلبي اكل في البيت؟ لو هنا في مصر اروح مطعم، ما بحبش دليفري خالص. لو برا افضل اروح مطعم بس الدليفري طبعا يعني دليفري حاجه تانية فما عنديش مشكله. بتحبي تاخدي الريسك ولا بتخافي؟ يعني مش هنتكلم في شغلي ان جنرال. لا بخاف. نمامه. يعني لو حد يعني لو نميت هنم مع ناس معينه جدا ما انا عارفه انه اللي هنقوله مش هيطلع. غير كده مش هقدر اقعد في قعده ما بفتكرش ان حد يقدر يقول لا. اخر رقمين في رقم موبايلك. 1-0. اكتر حاجه كعب تعملها بتشتكي منها لصحابك؟ بشتكي بس بطريقه يعني كده ان انا بنتي حشريه جدا جدا. تحب تعرف اللي بيحصل؟ يعني ممكن ابقى ماسكاها وتبص الناحيه الثانيه وحد بيتكلم تبص ترمي نفسها عشان تعرف ايه اللي بيحصل. لو تمارا ردت يمكن هتقول انه لما باكل يعني بيبقى بياخد وقت كتير. ما اعرف. البرفيوم اللي بحطه فانيلا بتاع ايف غوشي اورجانيك فانيلا بقالي دلوقتي 12 سنه بحطه اي ثينك ما غيرتوش. بتسمعي اغاني زي ما قلت لما بيبقى فيه الاغاني؟ بسمع لما تمارا بتشغل بسمع طبعا. بعد اخر مره قصيتي شعرك فيها نفسك ايه؟ نفسك شعرك يطول تاني ولا لا؟ هو انا شعري دلوقتي طويل ولا قصير؟ طويل صح؟ يعتبر طويل. لا يعني انا بالنسبه لي كده دلوقتي كده طويل. يمكن يعني ممكن اقصه تاني بس بالنسبه لي ده بقى طويل. ان جنرال طويل بس ساعات بيجي لي فيزز بحس ان عايزه اقصه كله وبعدين لما بقص لما بفكر ان اقصه اقول لنفسي بس انا مش عايزه استنى كل ده عشان يطول تاني. الوان بتحبي تلبسيها؟ طبعا انا بستحسل يعني بستسهل كتير قوي وبلبس اسود كتير بس بحب الابيض. لوني المفضل اساسا الابيض فلو لقيت اي حاجه بيضة بلبسها وبس. والالوان التانيه عادي يعني بس الابيض والاسود. ممكن تدربي رقص؟ لا. اول حاجه بقالي كتير قوي ما
رقصتش properly فمش هقدر ادرب، بس لو حد ادالي كوريوغرافي وقال لي يلا انا طالع ساعة روحي علميهم اه، بس غير كده لا. مش بتعملي منشن لجوزك في الصور عشان بتغيري عليه؟ لا، عشان مرة عملت منشن لجوزي وجاله ريكوست كتير قوي وكلمني بهدني، قال لي انا عندي private account على انستغرام ليه تعملي لي منشن وكل حد يقعد يعمل لي follow request. فمن وقتها actually من وقتها ممنوع اعمل لاختي ولا جوزي، ولما عايزه انرفز واغيظ واحده من صحابي يعني من صحابي بعمل لها منشن عشان كل حد يعمل لها فولو ريكوست تتجنن. غير كده ان جنرال انا اتمنعت. نكلم تمارا؟ يلا بينا. It's gonna be fun. Okay, Tamara, hi. Tamara, هنسألك a couple of questions. ماشي. Okay, Tamara, بضيع فلوسي في ايه؟ لبسكايا. اه لبسكايا، that's a new one. I forgot about that. اه shopping, online shopping. ما انا قلت online shopping. Online shopping اكيد. Yeah. بس دلوقتي بقت لبسكايا. Okay. Sushi ولا بيتزا؟ Sushi. Yep. بعرف أركب عجل؟ للأسف لا. لو عندي اكتئاب وعايزة أخلص من الاكتئاب بعمل إيه؟ معرفش. بتكتبي بس وين وين إيه؟ ولا إيه؟ ولا فيشلز في البيت، بامبرينج نفسك في البيت. No, but wait, you said something in the beginning. قلتي حاجة يعني بتكتبي مثلا أغنية صح؟ Yes, exactly. That's the answer. Yep. Good job, Tam Tam. Okay. لا لسه. بحب انزل اكل في مطعم ولا اطلب دليفري؟ I'm gonna give you a clue. الرد بتاعي كان two parts. يعني حاسه ساعات وساعات لو بره مصر اكيد هتعوزي تنزلي. برافو تايتو. يس. لو هنا هتشربي. نو بالعكس، هنا I don't order delivery. مش دليفري، فاست فود بس ممكن معرفش. حاسه ما بتنزليش هنا يعني فور شور. بحب اخد الريسك ولا بخاف؟ لا بتحبي. outside of work، بره الشغل in general في الماي. How do you think I take a risk؟ لا حاسه في الشغل. اه في الشغل. احنا بنتكلم بره الشغل. اه ماشي، انت وضحها برضه. لا بره الشغل لا. هل انا النمامه؟ لا نمامه هي خايفه. لا يعني تمارا بنسميها ابو الهول. تمارا لو اي لو يعني مصيبه حصلت قدامها وممكن مثلا يعدي اسبوع ونعرف من حته تانية ولا تمارا سمعتي كذا تقول لي اه، اقول لها طب ليه ما قلتليش؟ عشان مش قصتي يعني، انا اقول لك احكي لك. اه I said انه basically انا مش نمامه per se compared to other people، بس لو بنتكلم في حاجه obviously ما فيش حد مش نمام يعني. مش ابو الهول. لا مش واحده نمامه. مش بتصحي من النوم عايزه تنامي على خاطر كده. اخر رقم في like نمره موبايلي 10. يا 10. اوكي اوكي. اكتر حاجه كايا بتعملها بشتكي منها صوتها العالي. اه صوتها العالي. ذاتس ترو. ذاتس وات اي سيد. بس اه صوتها العالي. هي صوتها عالي. هي لما بتضحك حبيبتي صوتها عالي، لما بتصرخ صوتها عالي، كل يعني هي بتصور. وانا واحنا في البيت صوتنا يعني كده. بس هي طالعه ما شاء الله لباباها يعني. انا قلت ان هي حشريه جدا. البرفيوم اللي انا بحبه وبحطه يعني فانيلا، يعني فاكره البراند صراحه. It's بس فانيلا. It's فانيلا. It's the Yves Rocher. Yes, no. Exactly. Yves Rocher. ايوه. هل يا تمارا انا بسمع اغاني مهرجانات؟ لا. انا قلت I only listen to it لما انت you play it. حابه شعري قصير ولا طويل؟ يعني لما بقصه do I feel ان انا عايز ارجع ولا لما طويل؟ لا مش بتندمي، بس انت I think عاجبك اكتر وهو طويل، بس كل فين وفين بتحبي تغيري. اوكي. الالوان اللي انا بحب البسها ابيض. يا هل ممكن ادرب رقص؟ يعني اه انت شاطره في الرقص يعني. اه ممكن برقص. لا يعني كنت بقول انه يعني on my own لا، بس لو حد اداني كوريوغرافي وقال لي اوكي روحي بقى you know do this وعلمي حد اه ممكن. اه هتعرفي. تمارا بقى بترقص احسن مني. تمارا ممكن تدرب رقص. اه انا مش بعمل منشن لفيليب عشان بغير عليه. اكيد لا. طب why do I not mention فيليب وانتي وكل حد؟ عشان هو عشان معرفش الاتنشن على الفولو ريكوست. ثانك يو تمارا، يو هاف won.